السلام عليكم، مرحبا، مساء الخيرات على احلى المتابعين. النهارده هنعمل مع بعض احلى تيراميسو غير تقليدي، تيراميسو رول بطعم القهوه والفواكه، وكمان اليوم هنعمله بدون بيض. ان كنت اول مره تشوفيني انا ليلى فتوح. يلا بينا نشوف مقاديرنا وادواتنا. معايا طبق مسطح مستطيل عشان هيساعدني في العمل بتاعي، ومعايا كمان عصايتين ممكن يكونوا عصا شيش طاووق، ومعايا بلاستيك فيلم. هبتدي الاصابع او العصا المعدني اللي معايا هلفها على طرف البلاستيك الفيلم وهطويه على الطبق من الجنبين عشان يساعدني في ان انا احصل على شكل اسطواني حلو. معايا صوابع الليدي فينجر 24 صباع، هو يشبه بالظبط الكيك المجفف، مجرد ان هو بيتحط في سائل بينفش ويبقى طعم الكيك. هنزل بكوبايه كبيره من الميه الفاتره، وهنزل عليهم بمعلقه ونص من القهوه سريعه التحضير. انا بستخدم دايما القهوه الجولد لانها سريعه الذوبان. هنزل عليه بمعلقة كبيرة من السكر الحبيبات العادي وهقلبه، ويبقى المحلول بتاعي محلول القهوة جاهز معي. هبتدي اغمس الصباع، وهكون حريصة ان انا اغمسه واطلعه بسرعة، ما سيبوش فترة طويلة، وهخلي الطبقة اللي فيها السكر هي في الاعلى، والطبقة اللي بدون سكر هتبقى هي السطح النهائي للرول بتاعي. هغطيه بالبلاستيك الفيلم وهدخله التلاجة لمدة 3 ساعات لحد لما احضر بقيه مكوناتي. هبتدي دلوقتي اعمل الجيلاتين. معايا 3 معالق من الميه الفاتره، وهنزل عليهم بمعلقتين من الجيلاتين البودر الحيواني. هقلبهم مع بعض لغايه لما يذوبوا، وهسيبه على جنب لغايه لما ينشط معايا ويبقى جاهز للاستخدام. دلوقتي احنا هنحضر مع بعض اصابع الكرز، جيلي الكرز. معايا 350 جرام من الكرز الحامض، وطبعا مخلي من النوى بتاعه. هنزله في الحلة بتاعتي، وهنزل عليه بمعلقة كبيرة من عصير الليمون الفريش، وهنزل عليه كمان بمعلقتين من السكر الحبيبات. هنعمل مع بعض جيلي توت صحيح مش مهري، يعني انا عايزة احسه في الاكل، وطبعا هنعمله على شكل اصابع. هنرفعه على درجة حرارة متوسطة، وهنزل عليه بالجيلي وهقلبه وكده شكرا، يبقى جاهز معايا. هبتدي انزله في المول بتاعي. المول بتاعي على شكل اصابع، لان انا هحطه جوه التراميسيو بتاعي عشان يعمل ميكس ما بين القهوة والفواكه. هنبتدي نملأ القوالب بتاعتنا، الاصابع بتاعتنا، ونحاول نوزع الفواكه ونوزع كمان السائل عشان يبقى عامل ميكس ما بين الاتنين. معايا كوباية وثلاث ارباع من الكريمة الفريش الباردة السائلة، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من السكر البودر، وطبعا هضربهم مع بعض لغاية لما يتماسكم، وهركنها على جنب زي ما حضرتك شايفة كده. هبتدي اجيب الجبنة الميس كربوني بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض، هاخد منها 250 جرام من الكمية اللي احنا عملناها، وطبعا الكمية اللي احنا عملناها كمية وافرة بتقدر تساعدني ان انا اعمل مرتين من التراميسيو، يعني هحتفظ بالباقي استخدمه المرة اخرى. هبتدي دلوقتي انعم الجبنة بتاعتي لغاية ما تبقى كريمية وناعمة. عايزاك تلاحظي شكل الكريمة بعد ما نعمتها، يعني رائعة رائعة، يعني ما فيهاش اي سوائل، ما هياش سايبة معايا، لا متماسكة، طعمها رائع. يعني احنا فعلا نجحنا في عمل جبنة الميسكربون، ووصلنا النتيجة هايلة. هبتدي انزل عليها بالكريمة الفريش وهقلب المكونات ببعضها. حابة تعملي تحطي فانيلا ممكن، لكن انا ما حطيتش فانيلا، يعني هي الموضوع مش مستدعي ان انا احط فانيلا. هبتدي اجيب التراميسيو بتاعي بعد مرور 3 ساعات في التلاجة. طبعا هو شرب السائل بتاعي، بقى طري، سهل ان انا اطوعه معايا بالشكل اللي انا عايزاه. هبتدي اوزع الكريمة بتاعتي، وهسيب جزء بسيط ربع الكمية هزوق بيها واعمل ديكور نهائي. هوزع الكريمة بالشكل ده، وطبعا احنا هنوزعها لغاية لما تبقى شكل مسطح، وهسيب الباقي للديكور. هبتدي اجيب نوتيلا، دي خطوة اختيارية، حابة تحطي نوتيلا، حابة تحطي شوكولاتة، الشيء اللي انت بتحبيه. انا هحط بس خطين كده من النوتيلا عشان تبقى متناسقة مع طعم القهوة بتاعي، وهثبت عليها الاصابع
الجيلي القرز اللي احنا عملناه قبل كده، وطبعا سيبناه في التلاجة لغاية ما تماسك، حطيناه في الفريزر لمدة نص ساعة، تماسك معانا على طول، بقى عبارة عن قطع من القرز مع الجيلي في نفس الوقت. وتفضل معايا كمان قطعتين، هبتدي ان انا الفه. عايزة حضرتك تشوفي احنا ليه عملنا العصا دي عشان تساعدني في لفه وما تتعبنيش في اللف، وهبتدي اطويه عليها وهدخله التلاجة لمدة 3 ساعات كمان يتماسك معايا الرول. الموضوع سهل جدا، وطالما احنا محضرين ادواتنا بتساعدنا جدا، والطريقة بتاعت البلاستيك فيلم ساعدتني في لفه تمام. هبتدي دلوقتي ازينه بباقي الكريمة، هعمل روزوتات خفيفة جدا على كل قطعة، لان انا هقطع التراميسيو بالقطعة اللي حضرتك شايفاها، يعني محدد نفسه. هبتدي اجيب الكرز اللي عندي، وطبعا انا عندي زهرية خدت منها فروع من الورد الاخضر وكاكاو بودر هوزعه عليها، وطبعا مش هجيبه على الروزيتات، وممكن يعني تستغني عن اللون الاخضر ان انت تحطي نعناع، طبعا هو متوفرش عندي. وهبتدي اوزع الكرز على كل روزيتا، وهوزع العنصر الاخضر عشان يديني بهجة ويكسر لي في الالوان. حضرتك شايفة المنظر بيدي بهجة جميلة، لون احمر مع اخضر مع ابيض، بيدي منظر حلو. هنقيس الرول على الطبق اللي احنا هنحطه فيه، لقيته طبعا حجمه اكبر شوية، فانا شلت منه قطعة، وهبتدي بكل سلاسة احط طبق تحت منه واشيله. زي ما حضرتك شايفة متماسك وسهل النقل، ووصلنا النتيجة مبهجة ورائعة. إذا عجبكم طبق اليوم أرجو الدعم، دعمكم يسعدني ويجعلني أقدم الأفضل. إلى اللقاء في طبق جديد بإذن الله.